السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. اليوم عندنا مقارنة بين سيارتين، طبعا مقارنة مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، موقعها الرياض معرض النسيم شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، توفر فيها العديد من أنواع السيارات، طبعا سواء اليابانية الكورية الصينية وحتى السيارات الأمريكية. اليوم عندنا مقارنة بين سيارتين منافسات البعض كلهم في الكامل. المقارنة هذه مقارنة مواصفات، صراحة استعراض مواصفات وأيضا سعر المحركات، يعني زي ما تشوفون تويوتا كامري وهيونداي سوناتا، سيارتين سيدان متوسطات الحجم منافسين لبعض كلهم 2020 وفئة أفل شيء. تروح عند واحد يقول لي عطني أطلق نوع يعطيك، تروح تويوتا يقول لك هذا أطلق نوع عندي، تروح هيونداي يقول عطني السوناتا يقول لك هذا أطلق سوناتا تشوفها. طبعا ما راح أتكلم عن المحركات، صار عليها استدعاء بالمحرك، وهنا محرك هجين، هنا محرك بنزين بالكامل وهنا محرك هايبريد. فللأسف تويوتا ما توفر الكامري المواصفات الباذخة إلا باللومير الهايبريد، وهيونداي سوناتا صراحة ما عندهم إلا محركين، واحدة 2000 سي سي على فئة ستاندر أو 2500 سي سي. عموما خلونا نتعرف على المواصفات أكثر، نشوف وش السيارة اللي تدلعك أكثر. عموما صراحة كل واحدة فيها مواصفات، يعني بعض المواصفات بس فيها والثانية بتكون ما فيها. خلينا نتعرف عليها بسم الله. وعلشان نكون بالصورة، خلينا أول شيء نتكلم عن السعر قبل ما نبدأ بالمواصفات. السوناتا طبعا هذا السعر كانت بورقة، سوناتا يا جماعة الخير ب 122,475 شاملة الضريبة، حلو؟ والكامري 148,350، فرق حدود 26,000 ريال، مبلغ كبير صراحة، بس نشوف هل هو يستاهل أو لا. طيب بشكل عام صراحة المحركات ما هي ضمن المقارنة، لأن هنا 2500 سي سي 4 سلندر وبنزين 180 حصان غير 6 سرعات، 2500 سي سي هجين 212 حصان البنزين مع البطارية، طبعا الجير سي في تي كلهم أنظمة الدفع أمامي. خلصنا منهم، خلصنا صرفية الوقود لصالح الكامري أكيد ما في كلام، 26 كيلو تقريبا، هنا 15 كيلو، فزي ما ذكرنا أنه هجينة بنزين ما راح نطلع على هذا الموضوع وننساه من الآن. يلا نبدأ بالمواصفات. هيونداي سوناتا تقدم لنا سقف بانورامي، تويوتا كامري فتحة سقف فقط. هيونداي سوناتا تقدم لنا طبعا إضاءات LED نهارية خطوطة تعرفونها، أربع عدسات، طبعا خلينا نشغلها لكم عشان تشوفون، ونطفي الفليشر برضو مرة واحدة. بسم الله. طيب هذه هي، خلينا نشغل برضو العالي حقها لأن هي عدستين عالي عدستين واطي. لاحظوا هذه هي عدساتها، أربع عدسات ما شاء الله، ثنتين عالي ثنتين واطي، والإنارة LED. بالمقدمة عندنا الشبك كروم، عندنا عدد اثنين حساسات، أربع حساسات أمامية، طبعا بحكم السيارة رادار يجي زجاج حتى كل المواصفات، طبعا هذه نقولها في التويوتا أفضل دائم. عموما عندنا كاميرا أمامية تطعيمات كروم، ونروح للكاميرا برضه نبي نشغل، بس خلنا نطفي السونات عشان بعد شوي نصور لكم الفليشر للسونات. صراحة فليشر حقها ما يشيل الليد. طيب خلنا نشغل الكاميرا بسم الله. طبعا الحين حاط عالي بالكاميرا. هذه الكاميرا انارات LED نهارية ثلاث خطوط، الاشارات برضو LED، عدسة واحدة عالي واطي، عدد اثنين حساسات بالزوايا، كشف الضباب LED فقط. صراحة تطعيمات كروم لا تذكر. طيب خلصنا في المقدمة، لكن بشكل سريع السوناتا تتفوق بالسقف البانورامي، التويوتا كامري فتحة السقف كمواصفات احنا نتكلم، رغبة اشخاص، في ناس ترغب بدون سقف على فكرة. صراحة الاضاءات لصالح السوناتا ما في اي مجال، عدد الحساسات الامامية اربعة لصالح السوناتا، لكن الكامري فيها كشف الضباب، وانا صراحة اعتبرها ميزة حتى لو صار شكلها قديم، لا انا اشوفها ميزة حلوة جميلة. السوناتا ما شاء الله فيها كاميرات محيطية بس بعدين نتكلم عنها. الحين نروح الجنوط، طبعا 18 18 كلها مكحلات ونفس الالوان تقريبا بالتكحيله لكن تصميم غير. الكامري 235 45 18،
سوناتا. طبعا الكاميرا تستخدم اعتقد برجستون، هذه سوناتا بريلي، مقاسها 235 45. لا نفس راح نفس المقاس يعني، حتى الكفر نفس المقاس الظاهر يقلدون بعض. عموما السيارتين من الجنب طبعا كلهم اشارات بالمراية، مرايات مراكبة على الابواب عشان يكون عزل الهواء افضل. ننتقل الى تحت، زيجا كروم جانبي في الكامري، السوناتا تطعيم باللون الاسود اللماع، شعار كامري على الابواب، شعار هايبريد، الكامري تطعيمات كروم، يعني اللي يحب الكروم بيستمتع بالكامري بمنظر الكامري. الان نروح الى الخلف، بسم الله، هذه السيارتين من الخلف. إنارة LED فل LED، أيضا هنا ما شاء الله إنارة فل LED، التصميم مختلف، جناح خلفي لاحظوا. طبعا السوناتا حاطة بجميع الفئات الجناح، يعني مخليتها على ستاندر والفل. حساسين خلفيات، 4 حساسات خلفية، فمسألة ذوقية بالخلف. طبعا اسم الفئة لومير صراحة جميل جدا وهايبريد. الشنطة هذه هي، طبعا عدة الوكالة، مطار الهواء الأول، الإسعافات الأولية. هذه السوناتا، هذه أغراضها. لكن السوناتا فيها ميزة ما هي موجودة بس بالكامري، إن الشنطة ذكية بمجرد إن المفتاح معك وضابط الوضعية على عداد السيارة، إنها تفتح كهربائيا ذكيا. طبعا كهربائي ذكي يعني مو بكهربائي كامل، لا أنا بس بمجرد تقترب من السيارة الشنطة تفتح لحالها. أما الكامري لا، لازم تستخدم يا الريموت يا الزر أو عن طريق الزر الموجود داخل السيارة. والآن ننتقل إلى المواصفات الداخلية. طبعا الآن نبدأ نتكلم عن المواصفات الداخلية. أول شيء صور لك المفاتيح الذكية حقت الكامري، طبعا إغلاق السنتر لوك، فتح السنتر لوك، فتح الشنطة وجهاز إنذار. بمجرد إن حابين ندخل للسيارة كل علينا نلمس الباب، فقط لمس الباب حق السائق أو الراكب ويفتح السنتر لوك. هذه السيارة من الداخل، طبعا مقاعدها جلد بيج مخرمة ما شاء الله تبارك الرحمن، تختلف الفئات الأقل منها إن اللومير تجي مخرم. وهنا الصف الخلفي، طبعا فيها تكاية، فتحات تكييف خلفية ومنفذين طاقة USB، وفيها ستارة خلفية، أنوار السقف LED. كرسي السائق كهربائي، كرسي الراكب كهربائي، ذاكرة تخزين لكرسي السائق، وأيضا الدركسون كهربائي مربوط بذاكرة التخزين. ليش أقول لكم الدركسون كهربائي؟ لأن سوسو دركسونها يدوي ما هو كهربائي. طيب بسم الله، شغلنا السيارة، طفينا فلاشر المزج. الآن نبدأ نتكلم عن المواصفات الداخلية. طبعا نشوف الدركسون كيف كهربائي. زجاج بالكامل اوتو، لمسه واحده مع مرايه كهربائيه بخاصيه الطي الاوتوماتيكي. طبعا نلاحظ النقطه العميه موجوده في المرايه. ذاكره التخزين، الانوار في وضعيه اوتو تراكشن، فتح الشنطه، فتحتين كل بنزين. دركسون السياره مكسوب الجلد، طبعا ثلاثي، تحكم بنظام الصوتي مع الاوامر الصوتيه وبلوتوث، هذا كله نظام صوتي. عندنا هنا طبعا مثبت السرعه، وفيه الرادار، وفي تنبيه الخروج على المسار، ولا ننسى النقطه العميه. عندنا ايضا طبعا هنا التحكم بعداد الرحلات اللي فيه كثير من الخصائص المهمه بالنسبه للسائق. طبعا هذه كلها للهجين، ما راح نتكلم عن شيء ثاني. فيها بروجيكتور موجود، يريد يكون واضح صراحه، ما ادري اذا واضح معكم او لا، ما يوضح بالعين المجرده فقط. طيب زر التشغيل الذكي، شاشه ملاحه. طيب وين النافيجيشن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الماب. كاميرا واحدة خلفية فقط، فيها سي دي، منفذ USB، منفذ UX، منفذ طاقة 12 فولت أو 120 واط، مكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. طبعا فيها شحن لاسلكي للجوال، وعندنا مساحة تخزين هنا ممكن تستخدمها كبيت للنظارة. الجير أو ناقل حركة CVT. طبعا في وضعيه ايكو نورمال سبورت، جرانت كهربائي وحق توفير الوقود، تبريد المقاعد الاماميه فقط هي التهويه. عندنا حامله اكواب 2، سنتر لوك في باب الراكب، اضاءه بانوراميه على الطبلون مع فورميكا تخشيب على الطبلون. المرايه الداخليه تعتيم،
انوار السقف ال اي دي، شماسات فيها مراية مع انارة. هنا عندنا حام، ممكن مساحة تخزين او شيء زي كذا. دكاية بالوسط مع مساحة تخزين. طب هذه مراية التعتيم، تكلمنا انوار السقف الخلفية ال اي دي، هذه واضح معاكم. طبعا هذه فتحة السقف. مواصفات الامن والسلامة، فرامل بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات امامية وجانبية، نقطة عمية، تنبيه الخروج عن المسار، والرادار طبعا كلها موجودة بالسيارة. بسم الله. صراحة يعني الاشياء اللي بتشوفونها في الكامري، صراحة بتكلم كلمة حق، ان الدركسون هو الكهربائي والزجاج بالكامل اوتو، يعني هو تتفوق على السوناتا في من الدخل. لكن نروح الان نشوف السوناتا وش تتفوق على الكامري. طبعا سالفة الاستدعاء ترى معطينها تمديد في الضمان حق المحرك والله اعلم. مفاتيح ذكية، اغلاق، فتح الشنطة، وعندنا خاصية تشغيل عن بعد. بمجرد ان حابين نفتح السيارة بس نضغط الزر، وهذه ايضا ما هي يعني في الكامري بس تلمس الباب، هنا لا لازم تضغط الزر، فالكامري تتفوق بالذكاء حق الدخول. هذه السيارة من داخل. طبعا مقاعدها جلد جملي، وهذه من الخلف ستاير، شوفوا فيها ستاير خلفية، وأيضا فيها ستارة خلفية. أنوار السقف جانبية LED بحكم أنها سقف بانوراما حتكون مع الجنب. عندنا فتحتين تكييف خلفيات ومنفذ طاقة واحد، كامري منفذين طاقة. لكن بالخلف السونات تتفوق، ستاير زي ما ذكرنا جانبية. بسم الله. الكامري تتفوق يعني بس منفذ طاقة خلفي زيادة عن السوناتا، مو ان السوناتا ما فيها. طيب نبدأ الحين نتكلم عن المواصفات الداخلية. طبعا مقاعد جلد، كرسي السائق والراكب كهربائيات، ذاكرة تخزين لكرسي السائق، الدركسون يدوي مو كهربائي، الزجاج كهربائي، الامامي اوتو لمسة واحدة، لكن اللي بالخلف لازم تضغط عليه. مراية كهربائية وبخاصية الطي الاوتوماتيكي، طبعا برضه فيها النقطة العمية. لاحظ ان السيارة فيها نظام صوتي بوز، إضاءات بانورامية على الطبلون وعلى الأبواب، مو بس مكان واحد، طبعا الأبواب الأمامية فقط في إضاءات بانورامية. طبعا فيها تحكم مستوى إنارة خارجي، ما هو أوتو زي الكامري، لأن الكامري فيها أوتو. تحكم في مستوى الإضاءة طبعا الداخلي، نظام تحديد المسار، فتح الشنطة، تراكشن، وجرانت كهربائي. هذا هو دركسون السيارة، رباعي مكسوب الجلد، تصميمه أنيق جدا صراحة. أنا عن نفسي أشوفه أجمل من الكامري، هي مسألة ذوقية، أنا أشوفه أجمل من الكامري. أوامر صوتية بلوتوث، تحكم نظام الصوتي، مثبت سرعة، قيادة شبه ذاتية، طبعا هذه تتفوق فيها على الكامري. عداد رحلات، طبلون السيارة بالكامل شاشة، يوم تأشر غريبة ليش منها. بسم الله. أنا الحين مو مشغل السيارة وعلى بالي مشغل السيارة، بسم الله، لأن كنت راكب بالكامري فهجين. طيب شوف الميزة، تأشر بالسوناتا يفتح لك كاميرات على حسب المكان اللي بتأشر فيه عشان يعطيك رؤية أوضح من المراية الجانبية، بحكم أن أيضا السيارة فيها 360 درجة كاميرات محيطية، أيضا الكاميرات المحيطية تعطيك هذه الميز اللي هي جدا جميلة. فطبلونها شاشة بالكامل، يعني تستمتع صراحة بالوضوح وال يعني كل صراحة ما فيش أجمل من كده. طيب لا، هذه اللي أنا أقول فيها يبتبغى بنزين. شاشة ملاحة ما شاء الله عملاقة، لا ننسى الكاميرات المحيطية 360 درجة. بسم الله شغلها، هذا الزر شوفوا، هذه 360 درجة نتحكم بالأشكال على كيفنا، الزوايا، الرؤية على كيفنا مرة. طيب النظام الصوتي بوز، السيارة فيها منفذ USB فقط وبلوتوث، يعني السيارة ما فيها لا CD ولا منفذ UX، فاللي يحبها موجودة بالكامري، اللي يحب منفذ USB ومنفذ UX. المكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب. شوف التصميم الجميل صراحة، تصميم جدا رائع، حتى كل واحد في شاشة يدي حرارته. وين يا ابن الحلال، وين تبرضنا انت. طيب عندنا طبعا تبريد وتسخين المقاعد الأمامية، الكامري فقط تبريد.
شحن لاسلكي، منفذ USB شحن الجوال، منفذ USB نظام الصوتي، منفذ طاقة 12 فولت، الجير أوتوماتيك لامس 6 سرعات. بصراحة شيء يقهر، ليتها 8. عموما 6 سرعات والتوبترونيك خلف المقود. الحساسات طفيه وشغله عن طريق هذا الزر. الكاميرات درايف مود، ما شاء الله عندنا عده وضعيات الاختياريه هذه نضبطها، سبورت وكومفورت وايكو سمارت، ما شاء الله 5 وضعيات للقياده، وجرانت كهربائي طبعا بخاصيه الاوتو هولد. الجرانت هنا نفس الكامري، مساحه تخزين في التكايه، ومرايه تعتيم داخليه تحس شبه انها ما فيها فريم. ما في بيت للنظاره، نفس الكاميرا، حتى الكاميرا فيها بيت نظارة. الحين يجينا على الكاميرا يقول لك ما عندكم بيت نظارة، انتم اول ناس، انت اللي علمتوا هيونداي ما يحطون بيت نظارة. طيب سنتر لوك في باب الراكب. مواصفات الامن والسلامة، فرامل اي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات امامية وجانبية، وعدد خمس حزمة امان، النقطة العمياء، تنبيه هذه فيها تحديد مسار مو تنبيه بس، لان هذه فيها قيادة شبه ذاتية، يعني هي يرجعك شوي. وطبعا باقي المواصفات اللي هي التنبيه ما قبل الاصطدام، النقطة العمياء، الرادار، كلها موجودة فيها. طبعا طولت عليكم متابعيني الكرام، اتمنى تكون عجبتكم السيارة. هذه هي ابرز المواصفات اللي موجودة بهيونداي سوناتا وتويوتا كامري، طبعا فئات الفول كامل. الكامري تفوق صراحة كالمحرك الاقتصادي، ايضا تتفوق الكرومات الموجودة على الابواب، ايضا تتفوق صراحة بالدخول اللمس، بس كذا تلمس الباب تدخل على طول. عندنا الزجاج بالكامل بالكامري اوتو لمسة واحدة، وعندنا منفذين طاقة خلفيات. انا هذا شفت الشيء صراحة في الكامري. السوناتا صراحة تتفوق بشكل العدسات الامامية، ايضا تتفوق طبعا بالشنطة الذكية، تتفوق بالتشغيل عن بعد، تتفوق ما شاء الله بالقيادة الشبه ذاتية، الكاميرات المحيطية 360 درجة، وأيضا الخصائص حق الكاميرات وانت ماشي تأشر لك، عفوا انت ما بتأشر تفتح لك الكاميرات، الكبر الشاشة، النظام الصوتي، تبريد وتسخين المقاعد، حتى شكل الجير، فكثير مواصفات موجودة بالسوناتا. يعني بالأول أخير متابعيني الكرام، هي بس مسألة مواصفات، أنت تحدد المواصفات اللي تعجبك. أنا ليش صورت السيارتين وقارنت بينهم؟ لأن السيارتين هذول أكثر الأشخاص يكونوا محتارين بين ذول، خاصة المقبلين على الفئات هذه. كان ودنا تكون الأكورد موجودة لكن للأسف ما فيش، مخلصة صراحة، ولا كانت قبل فترة موجودة في الكامل 1500 تنافس الفئات هذه. فعموما متابعين الكرام، طولت عليكم، أتمنى تكون عجبتكم السيارات، والسلام عليكم ورحمة الله.